السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنستكمل سلسلة المحاضرات الخاصة بC Programming Language أو البرمجة بلغة C. والنهاردة إن شاء الله بنستكمل الموضوع الأوبريتور، والمحاضرة بشكل ما عبارة عن مجموعة من النوتس كده كنا حابين نشير إليها. طبعا ما زلنا بنتكلم إن القرص بتاعنا بيعتمد على الأربع مصادر اللي موجودين قدام حضراتكم، ودول من أهم الكتب اللي اتكلمت على لغة C. طيب احنا كنا في المحاضرة السابقة اتكلمت على الارثماتيك في C، واتكلمت على مجموعة الاوبريتور، اتكلمت على الارثماتيك اوبريتور وريليشنال اوبريتور، اتكلمت على اولوية تنفيذ العمليات او البريسيدنس او البريوريتي، اتكلمت على الانكريمنت والديكريمنت، واتكلمت على الكومنت وازاي نعمل كومنت، ثم اتكلمت على جايد لاين مهم كده او نوتس مهمة اسمها سكيور بروجرامينج، عشان بشكل ما كنا بنتكلم على البرنت اف والبوتس. النهاردة إن شاء الله زي ما اتفقنا هنتكلم على كومنت بسيط كده خاص بالكومنت، وهنتكلم على الكومبايلر وطريقة تعامله مع التايبس المختلفة بتاعة الأوبيراند في الكالكوليشن، ثم هنتكلم على مفهوم جديد اسمه كاستنج عشان تحول من تايب إلى تايب آخر، ثم هنتكلم على اللوجيكال أوبريتور والبيتوايز أوبريتور. احنا بشكل ما كنت اتكلمت على الكومنت ازاي تعمل كومنت داخل البرنامج C، وقلت الكومنت ده بشكل ما ان الكومبايلر بيجنور الكومنت بتاعك، وتبقى حركة انك بتكتب فري فورمات او ستايل، بتكتب اي كتابة انت عاوزها، الكومبايلر بيعمل اجنور ليها، ما بيطبقش عليها القواعد بتاعت اللغة. عشان تعمل الكلام ده كنا اتفقنا الكومنت كان عبارة عن نوعين، يا اما تعمل كومنت ممتد من بداية السطر لحد نهايته، وده كنت بتعمله بدبل سلاش، او لو كان الكومنت بتاعك بيسبريد على اكتر او بيحصله سبليتنج على اكتر من سطر، كنت ممكن تعمل الكلام ده بسلاش استرسك ثم مجموعة الكومنت واسترسك سلاش. في حاجة تانية لو كان البروجكت بتاعك كبير او السورس كود بتاعك كبير، تقدر تعمل الكلام ده عن طريق مين؟ عن طريق الهاش اف زيرو ثم هاش اند اف. طبعا احنا شفنا الهاش دي وقلت عليها ان اسمها ايه؟ اسمها دايركتيف. وزي ما انت شايف داخل الكود بلوكس، مجرد ما بتعمل دول الكود بتاعك بياخد الصوره البهته دي عشان يقول لك ان ده عباره عن كومنت. طيب احنا كمان في الكالكوليشن اتفقنا ان انت في عندك انواع كتير، في منها الانتجر وفي الدبل او الفلوت. طبعا في داخل الانتجر في انواع كمان، في الشورت وفي اللونج وفي الفلوت وفي الدبل وفي اكتر من تقسيمه، وفي السايند والانسايند. يا ترى الكومبايلر لما يكون في ديفرنت تايبس داخل الكالكوليشن هيعمل ايه؟ تمام؟ طبعا هنا في المثال ده اي بخمسة وجي باربعة والاثنين متعرفين على انهم انتجر. لو قسمت الاي على الجي وحط الناتج في انتجر، اي وجي، اي وجي بكام؟ اي بخمسة مقسومة على اربعة، خمسة على اربعة فالواحد وربع، بس لانه بيقسم صحيح على صحيح يبقى الناتج بتاعك خمسة على اربعة عبارة عن واحد فقط، والواحد بتخزن فيه الكي، فيبقى الناتج بتاعك لما تيجي تطبعه يطلع كام؟ يطلع واحد. طب لو انا قسمت اي على جي وحطيته في زد، هل هيبص لان الناتج بتاعك لازما يأسايند او لازما يسطور داخل الزد، هل هيحط الناتج بواحد وربع؟ لا، الكومبايلر فقط مشغول بالتايبس بتاعه الاوبيراند اللي موجوده في الاكسبريشن. فلو كنت بتقسم انتجر على انتجر يبقى الناتج انتجر، يبقى اي على جي الناتج بكام؟ بواحد فقط، ولانه هيحطه في الزد وعمل ترانكيشن خلاص، لانه هيحطه في الزد فحط الناتج بواحد بوينت او عشان يقول ان ده دبل او فلوت. الاف متعرفة على انها دبل والجي متعرفة على انها دبل، فكده خمسة على اربعة كده ان في احتمال ان يكون في علامة عشرية، خمسة على اربعة فكام؟ فهالواحد وربع، واحد وربع ده موجود هنا، ولانه بيحط الناتج في الاتش والاتش دبل فيحط الناتج بواحد وربع عادي خالص. لكن لو كان بيحط الناتج في مخزن متعرف على انه انتجر، يبقى الواحد وربع يحصل لها ترانكيت ويطلع الناتج بكام؟ بواحد. اللي عاوزين نقوله في الختام ان الكومبايلر مهتم فقط بمين؟ بالتايبس بتاعه الاوبيراند اللي موجوده داخل العمليات الحسابيه. تمام. طيب في اوبريتور تاني اسمه الكاست اوبريتور. الكاست اوبريتور الهدف منه التحويل من تايب الى تايب تاني بصوره مؤقته. يعني عباره عن ايه؟ يعني انا دلوقتي بقسم اي على جي، اولا الصيغه بتتكتب كده، شوف انت عاوز تحول لمين، مثلا احول لكاركتر، احول لانتجر، احول لدبل، احول لفلوت. هفتح اقواس زي دي اللي هي البرنتسيز، اوكي، واكتب فيها مين؟ واكتب فيها الكونفرت او التايب. انا بحول لدبل، مين بتحوله دبل بقى؟ بتحول الاي. طب لو هتحول اكتر من حاجه بحطهم بين اقواس، يبقى كده كده الدبل بين مين؟ بين قوسين، ثم الحاجه اللي بتحولها بين قوسين. لو كانت حاجه واحده خلاص هيفهم كده ان انت بتاخد الاي تحوله. الاي هنا ايه يا جماعه؟ الاي ده عباره عن انتجر، فانت بتحول الاي لمين؟ لدبل. وبطبيعه الحال لما يكون في ديفرنت تايبس، انواع مختلفه من الاوبيراند،
في كالكوليشن واحدة بيرميها للأكبر. يعني إن كان في واحد دبل وواحد انتجر يبقى الناتج كله دبل. إيه اللي حصل بقى الوقتي؟ الاي بتاعتك انتجر اتحولت إلى دبل واتقسمت على انتجر، فالناتج بتاعك عبارة عن مين؟ عبارة عن دبل. اي بخمسة تحولت الى دبل يبقى 5 دبل مقسومة على 4 انتجر، الناتج يطلع دبل يبقى 5 على 4 بواحد وربع، وبتتخزن في دبل يبقى الناتج بكام؟ بواحد وربع. طبعا نفس النتيجة ممكن تيجي ان انت تحول الجي، اقول له دبل اوف جي، تتكتب ازاي؟ دبل بين قوسين وبعدين الجي، يبقى الناتج بتاعك برضو بكام؟ بواحد وربع. ممكن احول الاي واحول الجي، كل دول بنفس الطريقة يديك برضو واحد وربع. طيب لو انت بقى الوقتي رحت عملت ايه؟ عملت دبل وحولت ناتج قسمة الاي على الجي. طب يبص بقى، اي على جي عبارة عن ايه؟ انتجر على انتجر، يبقى الناتج هنا بواحد. لما تيجي تحوله يبقى واحد عبارة عن 1.0 ويتخزن فين؟ في اف 4 زي ما انت شايف. الملحوظة التانية كنا بنتكلم على البوليان تايب. بوليان تايب معناه لوجيك 1 لوجيك 0 او ترو او فولس. احنا اتفقنا ان السي مفيش فيها بوليان تايب، لكن هو بيشوف بعض الاكسبريشن بيشوفها ترو اور فولس. فالكومبايلر بتاع حضرتك لما يحب يتكلم على التايبس هو بيشوف ان الزيرو رقم الزيرو يعتبر فولس، اي رقم بخلاف الزيرو يعتبر ترو. يعني الكومبايلر لو شاف رقم قدامه واحد في اكسبريشن يبقى ده شايفه ترو، ناقص واحد 0.3 ناقص 20.8 كل الارقام اللي في الدنيا كلها تعتبر ترو بالنسبه للكومبايلر، لكن الزيرو فقط هو اللي يعتبر مين؟ هو اللي يعتبر فولس. لكن الكومبايلر لما يحب يخطبك انت او يحب يطبع لك القيمة بتاعت الترو هيطبع لك واحد، ولما يحب يطبع لك القيمة بتاعت مين؟ بتاعت الزيرو هيطبع، عفوا لما يجي يطبع مين؟ لما يجي يطبع الفولس هيطبع مين؟ هيطبع زيرو لحضرتك. الكلام طبعا محتاجينه مع الاف ستيتمنت لما نيجي على الكونديشنال. الحاجة التانية كمان ان حضرتك ان شاء الله عن قريب هتبقى مهندس كنترول كبير او مهندس امبيدد سيستم، اوكي؟ هتحتاج بشكل ما لو انت بتتكلم على المايكرو بروسيسور بيزد سيستم او المايكرو كنترولر هتحتاج تبص على حاجه اسمها ريجستر. الريجستر ده عباره عن كونتينر، عباره عن مسجل بيانات اللي جواه بت، مجموعه من البتس. لما تحب تشيك او تحب تتشك يا ترى البت دي بواحد او زيرو، محتاج تفهم قوي البوليان تايب، محتاج تفهم قوي الكونديشنال ستيتمنت، محتاج تفهم قوي البت وايز اوبريتور، محتاج تفهم البت وايز اوبريتور. طيب تعالى نشوف اكسبريشن مهم قوي. ده برنامج بسيط، انا بقول له اي اكبر من 5، ده عباره عن ريليشنال اوبريتور، والمفترض ده اكسبريشن بيقول في الاخر لترو او فولس. بس طبعا الترو لما تتحط في الجي او فولس تتحط في الجي، يا اما الناتج هيبقى زي ما اتفقنا الكومبايلر بيعبر عنه يا اما بواحد او بصفر. طب الاي بكام يا جماعه؟ الاي ب 10، ف 10 اكبر من 5 يبقى ليه ترو. طب ترو هتتكتب ازاي؟ مفيش حاجه اسمها ترو داخل السي، الترو ده بواحد، يبقى الجي بكام؟ بواحد. الاي يا ترى الاي اقل من او يساوي 1000؟ الاي بكام؟ الاي بواحد، فالاي اقل من او يساوي 1000، وبالتالي الناتج بتاعك ترو. لما يروح يطبع الجي والكي هيطبع ايه بقى؟ هيطبع ترو وترو، بس ما فيش حاجه اسمها ترو بتطبع. ترو بالنسبه له ايه؟ بالنسبه للكومبايلر واحد وواحد. في مجموعه من الاوبريتور كنا اتكلمنا عليها اللي هي اللوجيكال اوبريتور، لما تحب تربط بين شرطين، عاوز تقول لو وقع الشرط الاول والشرط الثاني، يبقى احنا محتاج الاند. الاند دي بتتكتب على انها العلامه اللي موجوده قدام حضرتك دي، اوكي، اللي هي زي عباره عن الادرس اوبريتور بس اتنين. لو حابب تقول لو شرط حصل او شرط تاني، او بتحط الاثنين بايب، الاثنين بايب اللي موجودين قدام حضرتك. لو حابب تقول لو الشرط ما حصلش بتحط مين؟ بتحط النوت، اوكي يا جماعه. طبعا البرنامج بتاعك لو انت عندك مجموعه من الشروط مع بعض، مجرد ما شرط واحد بيحصل ان هو خطا او السي، لو انت في اند اوبريشن مثلا عاوز تقول له لو الشرط ده والشرط ده والشرط ده والشرط ده اتحقق، مجرد ما بيتاكد ان شرط واحد فيهم فولس، لان دي اند، فالمفروض ان الاند بتطلع واحد. امتى الاند بتطلع واحد؟ الاند بتطلع واحد لو كان كل الكونديشن كلها ترو. الاند بتطلع ترو لو كل الكونديشن ترو. انت لو عندك شرط عباره عن مجموعه من الشروط الصغيره، لو شرط واحد فيهم فقط بقى فولس وانت بتعمل اند، الكومبايلر ما بيكملش ايفالويشن، لان هو تاكد دلوقتي ان الناتج بتاعك ايه؟ الناتج بتاعك فولس، اوكي. كمان ما تنساش تحط البرنتيز بتاعتك لما تيجي تبص على الكونديشن عشان الكومبايلر ما يفهمش ايه، ما يفهمش إيه غلط. والكلام ده ان شاء الله هنرجع له لما نيجي نتكلم على مين؟ لما نيجي نتكلم على الكونديشنال ستيتمنت. زي ما انت شايف البرنامج اللي قدام حضرتك ده، اوكي، لما تيجي تطبقه ممكن نطبقه مع بعض. خليك معايا، هنروح على الكود بلوكس اهو،
ونروح نفتح البرنامج البسيط اللي قدام حضرتك. برنامج اللي قدامنا ده لو عملنا فيه كونديشن، لا برنامج كانش موجود معانا، خلاص نرجع البرنامج ده. انت شايف الوقت النوت اوبريتور موجود على مين؟ النوت موجود على الاي فقط. فالاي بكام؟ الاي بتاعتك موجودة حاليا بعشرة، فلما تروح تقول له نوت اي كده هينفذ ده الاول، هينفذ نوت اي. طبعا العشرة بالنسبة له عبارة عن ايه؟ عبارة عن ترو. العشرة بالنسبة له عبارة عن ترو، وبالتالي نوت اي معناها ان زيرو، والزيرو ما بيساويش خمسة، وبالتالي اللي هيطبع معاك ايه بقى؟ يبقى احنا اي بعشرة. افهم البرنامج ده كويس جدا، اي بعشرة، نوت اي العشرة اصلا ترو، فلما تقوله نوت اي يبقى ده زيرو. هل الزيرو بيساوي الخمسة؟ لا، الزيرو ما بيساويش الخمسة، وبالتالي يطبع ايه بقى؟ يطبع لك ان اي ايكوال تو فايف، وهي اصلا اي مش بتساوي خمسة ولا حاجة. اوكي، لكن لو انت كنت حطيت قوس حوالين اي بيساوي خمسة، قوس من الداخل كمان زي ما انت شايف كده، ايه اللي هيحصل بقى؟ الايفالويشن هيتم كده، اي بيساوي خمسة، اي بعشرة. هل اي بتساوي خمسة؟ لا، وينفيها تبقى ترو، يبقى الكونديشن كله بقى ايه؟ بقى ترو. ترو قم طبيعي لك اي is not equal to 5. اتمنى ان الكلام ده يكون واضح لحضراتكم، ان وجود الاقواس هيفرق معك. هنا الاي بالنسبه للكومبايلر هو هينفي الاي الاول، لان ده يوناري اوبريتور، اوبريتور بيشتغل على قيمه واحده. الاي ب 10 اللي تركب هما جدا، الاي ب 10، ف 10 بالنسبه للكومبايلر عباره عن ترو. لما تقول له نوت اي يبقى ده بكام؟ ب 0. الجزء ده ايفالويت ل 0، 0 بيساوي 5، لا يوم نازل هنا طابع ان اي ايكوال تو 5، وهي طبعا اي بكام؟ ب 10، واداك ناتج خطا بناء على الترتيب اللي انت كاتبه ده. لكن لو كنت غيرت الشكل ده ورحت حطيت اي بيساوي 5، اوكي، فاي ب 10، 10 لا تساوي ال 5 يبقى ده ب 0، وينفيه يبقى ب 1، يبقى الشرط بقى اوكي. اوكي، ينزل يطبق جواب الشرط. طبعا احنا ما اتكلمناش على اف قبل كده، هنتكلم عليها بالتفصيل المحاضره القادمه، لكن ده الشكل بتاع الاف ستيتمنت، وكان يهمني مين؟ يهمني النوت اوبريتور. اوكي، طيب بعد كده في اوبريتور تانية مهمه جدا، ومهمه جدا لمهندسين بقى المايكرو بروسيسور بيزد كنترول او المايكرو كنترولر او الامبيدد سيستم، اسمها البيت وايز اوبريتور، ان انت بتشتغل بيت باي بيت. اوكي، فالكمبيوتر بتاع حضرتك بيربريزنت كل الداتا انترنالي كسيكونس اوف بيتس. البيتس دي اتفقنا هو مكان، المكان ده فيه صفر او واحد، كل بيت زي ما اتفقنا صفر او واحد. وفي كل الانظمه سيكونس من 8 بت، 8 بت يعتبروا ايه؟ يعتبروا عباره عن بايت، والبايت ده بشكل ما هو الوحده اللي بيتخزن فيها الكاركتر. اي حرف موجود عندك على الكيبورد بيدخل للكمبيوتر او الميموري سيستم على انه 1 بايت. تمام، في طبعا كل الوحدات المختلفه بقى بتاعه البيانات المختلفه اللي عندك، الكاركتر والسترينج والاخره، كلها بتدخل عليها لارجر نمبر اوف بايتس. البيت وايز اوبريتور بستعملها عشان اعمل مانيبيوليشن للبيت. اوكي، طبعا ممكن اعمل الكلام ده على السايند ومين والان سايند، لكن بشكل كبير البيانات بتتم على مين؟ على الان سايند انتجر. ده بستعمل مين؟ بستعمل بيت وايز اوبريتور. طيب البيت وايز اوبريتور فيها نفس الحاجات الخاصه باللوجيكال بالظبط كده، لكن علامه واحده عباره عن بيت وايز اند، علامه واحده عباره عن بيت وايز اور، والاكسور فانكشن. طبعا في بعض الاكسبريشن مش هتعرفها دلوقتي لكن هنبص عليها بعدين، اسمها الاكسور او اكسكلوسيف اور. طبعا بشكل ما اللي هيبقى فاهمني دلوقتي حاليا دول الناس اللي بنتكلم فيهم مع الفاندامنتال اوف لوجيك جيتس، او الناس اللي خارج دوائر منطقيه او لوجيك جيتس. لكن الجزء ده حتى لو حضرتك ما اخدتش بالك منه حاليا ملوش لازمه دلوقتي، لكن ما تقلقش ان شاء الله هيتم شرحه فيما بعد بالتفصيل. لو حضرتك حابب تعمل 1 كومبلمنت، يعني بتقلب كل بيت من 0 ل 1 او من 1 ل 0، بستعمل الرمز ده. لو حضرتك محتاج تعمل حاجه اسمها رايت شيفت، يعني بتشفت البيانات او بتزق البيانات بترحلها واحده يمين او اثنين يمين او ثلاثه يمين، بستعمل الاثنين دول، وليفت شيفت العكس. الكلام ده كان كرنخان وريتشي الناس اللي اتكلمت، او اول ناس اتكلموا على لغه السي، كانوا بشكل ما محتاجين داخل الكمبيوتر بتاعهم او البي دي بي 11، كانوا محتاجين يتكلموا مع الهاردوير ريجستر، وبالتالي كانوا محتاجين يتعاملوا مع مين؟ مع البيتس كتير جدا، يتعاملوا مع البيت وايز اوبريتور، لان انت بتتعامل مع البيت بيت باي بيت. فكان محتاج يعمل بيت مانيبيوليشن اوبريتور، وبالتالي كانوا محتاجين يقدم بيت وايز مانيبيوليشن بصوره كبيره. فعشان كده خلوا الرمز الواحد، الواحده من دي يستعملوا، لان بيستعملوا كتير فمش عاوزين يكتبوا اتنين، فخلوا دي لمين؟ البيت وايز اللي بيستعملوها كتير، وسابوا اللوجيكال اند والاور اللي هم التايبس الثانيه حطوا لها اتنين.
يعني عملوا عشان يوفروا نفسهم جهد. انا كده كده شغال مع هاردوير, كده كده محتاج ان اتكلم مع الريجستر واتكلم بيت باي بيت, يبقى انا محتاج البيت وايز اوبريتور, بحتاجها اكتر من اي اوبريتور تاني. طب اتعب نفسي ليه واحط اتنين, احط واحده كفايه للبيت وايز واخلي التانيين لللوجيكال اوبريتور. ده شكل التروس تيبل بتاع الاور والاند والاكسور والوانز كومبلمنت. الاور, الاور عشان باختصار لو اي كونديشن, اي كونديشن بقى ترو فالكونديشن الكلي بقى ترو, يعني مجرد ما يظهر واحد فالخارج بتاعك بواحد, ده الاور. الاند, الاند بتعمل ايه؟ الاند مجرد ان لازما عشان تطلع واحد لازما كل الكونديشن تكون ترو, يبقى لو الاكس ترو والواي ترو الزد ترو, لكن لو واحده فيهم بزيرو فالخارج بزيرو. الاكسور, الاكسور بشكل ما لو مختلفين, لو اتنين كونديشن بس لو مختلفين فالخارج بواحد, مختلفين فالخارج بواحد, دي اسمها اكسور. مختلف شرط تحقق والتاني ما تحققش, شرط تحقق والتاني ما تحققش, شرط تحقق والتاني ما تحققش, الناتج بتاعك بايه؟ بترو. الوانز كومبلمنت الصفر يبقى واحد والواحد يبقى صفر, ده البيت وايز اوبريتور. اخر حاجه هنقولها في البيت وايز ان البيت وايز اند ده رمزها بتستعمل كانها ماسك اوف. ماسك اوف يعني بتمنع البيتس من الظهور. يعني ايه؟ تعال نتكلم ان ده انون نمبر زي ما انت شايف, انا احطه اكسات. طبعا الانون نمبر ده في الاخر يا صفر يمين يا واحد. لو رحت عملت له اند مع مجموعه اصفار ومجموعه وحايد, احنا عارفين الاند لازم ان يكونوا الاثنين ايه يا شباب, لازم ان يكونوا الاثنين ترو, يعني لازم ان يكون ده ترو وده ترو. طب انت بتعمل اند مع مين؟ مع واحد. فلما تروح تعمل اند مع واحد لو الاكس دي او الانون ده بزيرو هيطلع زيرو, لو بواحد يديك واحد. اوكي, فلو اكس يديك اكس, يبقى في الاخر لو انت حطيت صفر طلع صفر, لو حطيت واحد طلع كام؟ طلع واحد. لما تيجي تبص على الرقم الاصلي تلاقي ان الاربع وحايد الموجودين قدام حضرتك عملوا ايه؟ اوكي, طلع الناتج بتاعك زي ما هو, لكن الاصفار اللي موجوده اند واحد الكونديشن فولس. ارجع بقى للشريحه اللي فاتت, اند واحد الكونديشن بكام؟ احد الكونديشن بزيرو, فالخارج بكام؟ بزيرو. وبالتالي لما تحط صفار وتعمل لها اندنج مع الاربعه بيتس دول تلاقي الخارج بتاعك بكام؟ بزيرو. فكده انت عملت ماسك, دول مش هيظهروا في الناتج, اتعمل لهم ماسك او كليرد. دي مين؟ دي الاند. الاور بتعمل ست. ارجع للتروس تيبل, لو انت معاك واحد وهنا حطيت زيرو, طالما الاور عليها وحايد يبقى الناتج بتاعك واحد, وبالتالي واتيفر القيم اللي فوق دي بغض النظر كانت صفر ولا واحد الناتج بتاعك هيطلع واحد. فانت عملت سيتنج, سيتنج يعني واحد في لغه الريجستر والمايكرو كنترولر, معنى ست معناه ان بتحط ايه؟ بتحط واحد هنا. اوكي, وبالتالي انا بستعمل اور عشان اعمل مين؟ عشان اعمل ست. الاكسكلوسيف اور بستعملها عشان اعمل كنترول للفليبنج بتاعت البت, يعني مش بتقلب البتس, لا, يا اما تسيب البت زي ما هي يا اما تقلبها. بناء على مين؟ بناء على انت عامل اكسور مع مين, يعني ده الانون. الاكسور فانكشن احنا اتفقنا لو مختلفين, يعني لو ده صفر يدي هنا مين؟ واحد, ولو ده واحد يدي مين؟ يدي صفر, لان واحدين, واحدين متشابهين يدي صفر. يبقى انت لو حطيت واحد طلع صفر, طب لو حطيت زيرو بقى زيرو وواحد مختلفين يدي مين؟ يدي واحد. فلما تحط صفر يديك واحد, ولما تحط واحد يديك صفر. ايه اللي عمل كده؟ الوحايد. يبقى انت عن طريق الواحد خليت الناتج يطلع ايه؟ يطلع كومبلمنت او مقلوب. لكن لو كنت حاطط زيرو, طب لو تصور ان ده زيرو, زيرو وزيرو متشابهين يديك زيرو, يبقى الزيرو اداك زيرو. طب لو حطيت واحد, واحد وزيرو اداك واحد. اوكي, يبقى ده ما حصلوش حاجه. يبقى انت لما تيجي تعمل اكسور مع زيرو بت ان تشينجد, اكسور مع واحد يعمل لك ايه؟ يعمل لك كومبلمنت للبت او يقلبها, ودي اسمها الاكسور. الاند والاور والاكسور بستعملهم بصوره كبيره جدا مع مين؟ مع الريجستر ومع المايكرو كنترولر. أتمنى في الختام أن المحاضرة تحوز على إعجاب حضراتكم, ولا تنسونا من صالح دعائكم, ونلتقي في محاضرة قادمة. وكان معكم مصطفى الحسيني, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.